احنا عائلة سورية من حلب، بيتنا راح في القصف بسبب العراق والشام أسد. أخوي استشهد، وعمي أبو جوزي استشهدوا في البراميل. انقصف بيتنا، ما ضل عنا بيت نسكن، فمن 6 شهور طلعنا على تركيا. لكن تركيا بعنا اللي فوقنا وتحتنا، والمصاري ما تكفي بتركيا الفلوس. فعنا منهاجر على اوروبا، ونشتغل في اوروبا، انه في كرامه، في عيشه احسن باوروبا، انه اوروبا بتضمن حقوق الانسان. وطلعنا اول مره جربنا مع مهربين في تركيا، طلعنا بنقطه بازمير، من ازمير طلعنا عبر قارب صغير بلم، سموه البلم. طلعنا فيه وبنص البحر غرقنا، لأنه كان العدد كبير، كان 50 شخص بهذا البلم المطاطي. وهو يعني ما بيحمل أكثر من 30 شخص. ما بيحمل هو أكثر من 30 شخص. فنحن غرقنا في البحر، فأنا نزلت سبحت ساعتين في البحر. والبيبي، البيبي ضل على ظهر البلم، هو وأمه، وفي نسوان معنا وفي أطفال. صرنا نصرخ، واجى الغفر التركي، ضل ساعة لأنقذنا الغفر التركي، كان عم يتفرج علينا. وحتى عملنا معاملة سيئة الغفر التركي، وصار يضربنا لما طلعنا على السفينة لعنده، وخلانا يومين في البحر عم يفتل فينا تحت الشمس، تحت الشمس واحترقت الناس. بعدين أخذونا على السجن، ما قدمونا لا أكل ولا مي ولا أي طعام. وبوجه رسالة للشعب المجري، بوجه له رسالة بقول له انه هالناس اللي عم تلجا لاراضيكم انكم تعتنوا فيهم، تديروا بالكم عليهم، وتخلوا السلطات المجريه تعاملهم في لطف، لانه نحن هربنا من بلدنا، لانه بلدنا تدمرت وكلها قصف، يعني كل والطائرات عم تضربنا، كل العالم ما حدا وقف جنبنا، العالم كله تخاذل معنا، حتى العرب، العرب رؤساء العرب تخاذلوا معنا، وما حدا عم يعيننا على شيء، نحن مظلومين. نتمنى من المجر والشعب الاوروبي، الشعب الاوروبي انه يوقف معنا بمحنتنا، ونشكره كثير لانه شعب طيب. احنا قررنا نطلع معه، لانه انا ما خرج اقعد بتركيا، اهلي يا دوب هن عايشين ومصاري ما في، وانا اشتغل ما خرج، يعني ما في شغل، معيشه غاليه، مشان ما اكون عبء عليهم على اهلي. فانا اردت اصطحابهم الى اوروبا، لانه ما في سكن، ما في عنا شيء، شغل بتركيا ما في ابدا ابدا ابدا، ما حدا بيساعدنا، وهون مصروف غالي، فلوس غاليه. البيت اجاره 700 دولار شهريا، ما في كهرباء، 100 دولار كل شهر، كله غالي غالي بتركيا، وما عنا حدا يساعدنا بتركيا. فقررنا نصطحب البيبي وزوجتي الى اوروبا، لحتى امن لهم لقمه اكل، يعني لقمه عيش، يا منموت سوا لا منعيش سوا.